البنات ومرحبا بكم معي دائما في مطبخي ملح وسكر. اليوم مادام احنا في اجواء عيد الاضحى، اختاريت نقدم لكم خبز ديال العيد اللي كيجي زوين هكذا بجلجلان وتيجي طري وهشيش. ايوا نشوفوا مع بعض المقادير وشنو كيلزمنا في هذا الخبز الجديد، وهكا غادي نصوبوه. راه ساهل، ما ياخذناش مقادير كثيره. نتوما الا بغيتوا يعني تضعفوا يعني المقادير ممكن على حسب الافراد الاسره اللي عندكم في الدار. نبداو على بركه الله. عندي معايا هنايا نص كيلو ديال دقيق الفرص، واحد الخماره ديال البيكين باودر 8 غرام، عندي معلقه كبيره هنايا ديال الخميره المعجونه، عندي معلقه عامره ديال السكر، يعني كانت عندي معلقه كبيره وزدت معها شويه، عندي جوج معلقات صغيورين ديال الملح هذيك الرقيقه، عندي معلقه عامره ديال مقببه ديال الحليب الغبره اللي هو النيدو، وعندي حتى هي معلقه كبيره ديال الجلجلان، معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نضيفها في الاخر، وعندي ربعه ديال دقيق الفينو. هادشي اللي غيلزمنا، وماء طبعا دافي باش نشوفوا الطريقه كيفاش غادي تجينا هاد العجينه هادي، ونبداو ان شاء الله. ندير واحد شويه ديال الماء هنايا باش نرطبوا هاد العجين، عفوا هاد عجينه الخميره. نديروا لها شي شويه شي قبيصه ديال هكذا ديال السكر، نوضعوا نخليوا الزبده على جنب، الحليب، النواشف غادي نبداو بهم. نديروا الدقيق هكذا، الدقيق بجوج، نديروا هذيك الخميره، النواشف هكذا غادي نخلطوهم، نديرو داك الحليب، الملحه، السكر. الا بغيتو نتوما تعجنوا في العجينه ممكن انكم تعجنوا، وغادي ندير هاد الجلجلان، ممكن انكم تعوضوه باي حاجه كتفضلوها، حبه الحلاوه ولا النافع ولا حتى سميتو زريعه الكتان. انا غادي ندير هاد الجلجلان هذا صافي، وغادي نخلط العجينه ديالي مزيان اولا الدقيق النواشف، ومن بعد غادي نزيد الخميره، عاد نضيف الماء شويه بشويه وغادي نعجنه. نديرو هذيك الخميره ديالنا هكذا في الوسط، هي الاولى، عاد نضيفو الماء تدريجيا بسم الله وغادي نعجن. غادي نعجن حتى نحصل على واحد العجينه رخوه، ديك الساعات غادي نضيف ليها هذيك الزبيده. صراحه ما كانش كيما اليدين باش نحسوا بالمواد ونعجنوها مزيان. الا ما كانش عندكم يعني الوقت وكنتم مدهيين بحاجه اخرى راكو ديروا العجانه، بطبيعه الحال احنا على حسب الوقت ديالنا المتوفر في الكوزينه هكذا. في الاول ما نعطيوهاش الماء، ولكن ملي غادي نبداو نعجنوا صافي. انا غلبت هنايا كيف شتوني، غلبت هذا الدقيق ديال الفورص باش انا بغيتو هكذا يجينا رطب بزاف، ومادام دايرين السكر ودايرين يعني الخميره ديال الحلوه، غادي ندير نغلب الفورص على دقيق الفينو، ولا بغيتو ديروا العكس. انا غادي نعجنو بعدا مزيان، ديك الساعه نتلاقاو الوقيته اللي غادي نضيف الزبده. لاحظوا معايا ان الوقيته اللي غادي نكون كنعجن فيه كتبدا كيبقى كيلصق لنا شويه، علاش؟ من هذيك السكر اللي كنا درناه. غادي نبقى هكذا نعطيه دلك، ولا كنغمس يديا في الماء حتى كيولي لي رخو ويعطيني الطعم في يديا. هكذا غادي نبدا كنعجن فيه، نكمل هكذا، وديك الساعات الزبده راها مازال حدايا، ها
هي باقي ما ضفتهاش، غادي حتى نعجن الخبز ديالي مزيان، خليها هي الاخر. كتشوفوا العجينه ولات كتلصق ورخوه. هنا غادي نزيد غير شي شويه ديال الزبده، غادي نعمل لهاد الخبز بحال الشكل ديال دوك القرص او لا القريشلات اللي شفتو معايا سابقا. غادي نبقى نضيف لها الزبده شويه بشويه هكذا. غادي ندخل الزبده نعملوها هكذا في الاول، ندهنوا يدينا غير شويه فقط غير باش ما يبقاش يتلصق لنا. نحس باللي الزبده دخلات، شويه الزبده دخلات، نولي نزيد شويه اخرى وهكذا حتى ندخل لها غير النص. النص الاخر غادي نخليه حتى تطلع لي العجينه مزيان، ونولي نضيف لها هكذا هكا صافي. وغادي نخليها تخمر دائما عندي في القصعه. غادي نغطيها بواحد البانيو صافي، وغادي نرجع لها باش نكمل لها. شوفوا معايا باش نكمل لها الزبده اللي بقات لي، غادي نخليها غير تطلع ليا واحد الشويه ونرجع لعندها. شوفوا معايا حبيباتي العجينه ديالي ها هي دي، ها هي دي طلعت. غادي نكمل لها هذيك الزبده اللي بقات، دائما نطلقوها هكذا بين يدينا وفوق العجينه. بسم الله هكذا حتى نوليو عاوتاني ندخلوها شويه بشويه. غير في الاول كتكون كتلصق، ومن بعد صافي ان فوا كنبداو كنزيدو الزبده صافي ما تبقاش كتلصق. نكمل هاد الزبيده اللي عندي هكا، غادي نبقى نضيفها، غادي نبقى نضيفها على ثلاثة ديال المراحل. أنا شت معلقة كبيرة تبارك الله راها عامرة، فضلت أنني نضيفها لها على ثلاثة ديال المراحل. نبقى ندي فيها ونجيب هكذا حتى نكمل الكمية ديال الزبدة. المرحلة الأخيرة بقات لي هاد الكمية، غادي نخليها حتى المرة الأخيرة، المرة الثالثة نولي نغطيها ونخليها على جنب. نرجعوا مع بعض حبيباتي باش نكملوا هذيك الزبدة اللي بقات لنا. هانتوما كتشوفوا دائما العجينة راها خامرة مزيان صافي. غادي نوزع هاد الزبدة هكا وندخلها في العجينة كما درت لها المرة الأولى. هانتوما دابا ما بقاتش كتلصق صافي. غادي ندخل الزبده مزيان صافي، ونخليها تخمر باش نقطعوها مع بعض. كنديو فيها ونجيبو واحد شويه صافي، وغنرجعها تخمر. معايا حبيباتي الخبز ديالنا اولا العجينه راه هي طلعت. غادي ندهنوا يدينا هكذا بشويه ديال الزبده باش غادي نقطعوا الكريسات ديالنا. بسم الله نقطعوا هكذا الحجم اللي بغيتو، انا غادي نديرهم هكذا صغار. بسم الله هكذا، ونحطهم في اللاطه ملبسه هكا على هذا الشكل. غادي نكمل هكا، غادي نقطع خبيزات صغيرين هكا على هاد الشكل، ونحطهم هكذا في اللاطه. دائما ندهنوا يدينا تكون حدانا الزبده هكذا، تكون هكذا حدانا الزبيده. نبقاو مره مره نديرو هكذا، ونقطعو الخبيزات ونقدوهم اللي كبير اولا اللي صغير، نقدو الخبزات باش يجيو قد قد. شتو راه هي واخا كتلصق يعني راها رخوه، يعني ما غاديش تلصق لكم بزاف في الصبع ديالكم هكا. وغادي نحطها هنايا،
نبعدوا بيناتهم حيت غادي يخمروا، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نزينهم من الفوق. كنعدلوهم ونساليو، وكناخذوا واحد الكميه ديال الماء وواحد الشيطه صافي. غادي نبقاو كندهنوا الخبيزات ديالنا هكذا بالماء. باش غادي ندريو فوق منهم اولا نوزعوا فوق منهم هذاك البافو اولا جلجلان اولا حبه البركه. نبداو بالجلجلان، نديرو هكا جلجلان، نديرو حبه البركه، نديرو البافو، نوعو هكذا في يعني في التزيين. هانتوما كتشوفو انا غادي نكمل الحبات اللي عندي، وغادي نخليهم غير يخمروا واحد شويه، وغادي نفلحهم على شكل زائد، ومن بعد نخليهم يخمروا على خاطرهم. كيف كتشوفوا معايا راني بديت كنشرط الخبيزات ديالنا هكذا من الفوق، ونعطيهم شكل زائد. غادي نخليهم غير واحد شويه غي يخمروا يطلعوا. الوقت اللي نكون انا غادي نسخن الفران، مادام الحال دابا سخون كندخلهم يطيبوا لي من التحت، ومن بعد غادي نخرجهم باش يتحمروا ليا من الفوق صافي. كنحصلوا على خبيزات شاشين ورطبين بحال القطن، يعني دغيا كيتكالوا، والبنه ما نقول لكمش عليها، وحتى الا باتوا لكم كيصبحوا رطبين رطبين بزاف، ما كي يعني مصبحوش ناشفين. علاش؟ على وداش داك هذيك الزبده اللي كنا درنا في الاخر. جربوها الطريقه ديالي، الا استحسنتوها وعجبتكم لابد انكم تعملوا لي شي تعليقات زوينه تحت اسفل الفيديو. نتمنى لكم شهيه طيبه، وعيد مبارك سعيد عليكم وعلى الجميع. نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، والى فيديو اخر شهيوه اخرى من حول الله.